بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير طلابنا الأعزاء، طلبة المرحلة الأولى قسم تقنيات المختبرات الطبية كلية المصطفى الجامعة. محاضرتنا اليوم Integumentary System. ما معنى Integumentary System؟ هو الجهاز الغلافي. ماذا يحتوي هذا الجهاز؟ Integumentary System consists of skin, hair, nails, sweat glands, sebaceous or oil glands. يحتوي الجهاز الغلافي على الجلد، الشعر، الأظافر، والغدة العرقية أو الغدد العرقية والغدد الدهنية. شنو وظيفة الـ integumentary system؟ Its main function is to act as a barrier to protect the body from the outside world. And also function to retain body fluids. محافظة على محتويات الجسم من السوائل. And protect against disease. يحافظ عليه من الأمراض ومن الجراثيم أن تدخل إلى داخل الجسم. And to eliminate waste products. أنه يطرح المواد أو الفضلات عن طريق التعرق. And regulate body temperature. ويحافظ على body temperature بأنه تكون دائما طبيعية، اللي هي 37 درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان. هذا مقطع عرضي للأجزاء أو layers of the skin اللي هي تشمل الإبيديرمز والديرمز والهايبوديرمز. Epiderms راح نتعرف على طبقات الإبيديرمز وماذا تحتوي من خلايا وطبيعة النسيج كيف راح تكون. Derms أيضا ماذا يحتوي وشنو اللي يفرقه عن الإبيديرمز. والهايبوديرمز اللي هي subcutaneous tissue، اللي هي قد بعض الكتب تجعلها من طبقات الجلد الثلاث، وقسم من المراجع أو الكتب تجعل طبقات الجلد هي طبقتين فقط، الإبيديرمز and derms. Structure of skin. Skin consists of two distinct regions. Epiderms, superficial region, consists of epithelial tissue and is avascular. إذا طبيعة التيشوز اللي موجودة بالإبيديرمز هي إبيثيليال. تعرفون أنتو الأنسجة عن طريق دراستكم للهيستولوجي أنه إحنا عندنا أربع أنواع من الأنسجة، هي الإبيثيليال تيشو، كونكتيف تيشو، ماسكولار تيشو، النيرفس تيشو. التيشو اللي موجود بالإبيديرم هو طبيعته إبيثيليال تيشو، وأيضا أن يكون avascular يعني غير موجود بالأوعية الدموية، لا يحتوي على أوعية دموية. Derms underlies epiderms، تحت epiderms mostly fibrous connective tissue. هنا نوع راح يكون connective tissue ويكون طبيعته vascular يعني موجودة بالأوعية الدموية. طبعا الإبيديرم يأخذ النورشمنت والأكسجين من الفاسكوليتورز الموجودة بالديرمز، لأنه هو بحد ذاته ما عنده فاسكولر. إذا الأكسجين اللي يحتاجه والنوترينت اللي يحتاجه راح يأخذها من الفاسكوليتورز الموجودة بالكونكتيف تيشو اللي هو الديرمز. هايبوديرمز اللي هو سوبرفيشال فاشيا هو subcutaneous layer deep to skin، تحت طبقة السكن اللي هي تحت الديرمز، هي ما تعتبر part of skin but shares some functions، كأن تكون مثل طبقة امتصاص للكدمات أو للضربات اللي ممكن يتلقاها الجلد. طبقات الإبيديرمز بالتسلسل من الأعلى from the superficial to deep هي stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basili و basement membrane.
ستراتم كورنيوم ده تشوفوها هي عبارة عن طبقات من ال layer of the cells. كل الابيديرم والديرم تتخيلوه سخن مالته سخن الورقة، لكن هو نشوف الطبقات كتشريحيا كيف متسلسلة وشنو أسماءها وش تحتوي من خلايا. Cells of the epiderms. Epiderms consists mostly of keratinized stratified squamous epithelium. Epithelium tissue هو متكون من كذا نوع من الخلايا: squamous cell, cuboidal cell, columnar cell، وممكن أن تكون layer واحدة، ممكن أن تكون stratified يعني متعددة الطبقات، ممكن أنه تحتوي على keratinized، ممكن ما تحتوي تكون smooth surface، ممكن تحتوي على cilia وهكذا. إذا نوع الخلايا الموجودة بالإبيديرمس هي تكون keratinized stratified squamous epithelium. Four cell types found in epiderms. أول نوع من الخلايا اسمه keratinocytes. Keratinocytes produce fibrous keratin. Keratin هو protein in nature that gives skin its protective properties. الطبقة اللي يحتاجها من الحماية هي تعطيه هي الكيراتين، مادة الكيراتين المادة المتصلبة تعطي الحماية اللازمة، وهي تعتبر major cells of epiderms. Other type melanocytes هي spider shaped cells located in deepest epiderms produce pigment melanin which is packed into melanosomes. Melanosomes هو تجمع الميلانين. Melanosomes are transferred to keratinocytes where they protect nucleus from UV damage. UV معناته ultraviolet. بأشعة الشمس موجودة أشعة الالترافايلوت اللي هي فوق البنفسجية، أشعة مؤذية إلى جسم الإنسان، وحتى جسم يحمي نفسه الله سبحانه وتعالى عطانا هالصبغة اللي هي الميلانين بطبيعتها انه تحمي الجسم من اشعة الالترافايلوت. طبعا الميلانين هو يعطي الصبغة للجلد، لذلك يتنوع لون الجلد من الفاتح الى الغامق حسب تركيز الميلانين به. Dendritic or Langerhans cells. النوع الآخر اللي هو Langerhans cells هي خلايا دفاعية star-shaped macrophages that patrol deep epiderms are key factors of immune system. هي تلعب دور بالimmune system، وهي خلايا macrophages بطبيعتها، وتدافع عن إذا صار انترودر لأي فيروس أو بكتيريا أو أي عامل خارجي يتحاول أنه تعمل فيجوسايتس. تكتايل أو ميركل سيلز. تكتايل اللي هي الخلايا الحسية sensory receptors that sense touch. الخلايا الحسية اللي موجودة بالإبيديرمز هي تعطينا الإحساس للشيء كأن يكون الحرارة أو البرودة أو الملمس الناعم أو الخشن، التحسس إذن يكون عن طريق التكتايل سيلز. ما موجود أي نيرف موجود ما موجود بالإبيديرم، لكنه النهايات العصبية موجودة بالديرم. النهايات العصبية تأخذ الإحساس من التكتايل سيل توصل إلى البرين. في حالة إذا مسكنا أي شيء حار، فالتكتايل سيل تأخذ هذا الإحساس توصل للنهايات العصبية الموجودة بالديرمز. الديرمز يوصل عن طريق الكونكشن of the nerve cells إلى البرين. البرين ينطي الأوردر أيضا عن طريق النيرف سيلز الراجع إلى الماسكولار تيشيو، بأنه ينطي ريفلكس أن تنسحب الإيد عن الجزء الحار اللي ممكن لامسته، وهاي في طريقة حماية أن تحمينا. لولا هذا الإحساس ممكن إحنا استمرينا بمسكنا
الشيء الحار وممكن انه يؤدي الى burn of the skin. Layers of the epiderms. Epiderms is made up of 4 or 5 distinct layers. طبقة الإبيديرمز ممكن أن تتكون من 5 أو 4 طبقات حسب نوع الجلد. ممكن أن يكون طبعا نوعين أكو من الأنواع thick skin و thin skin. thick skin وين موجود؟ واللي يتكون من 5 طبقات of strata, 5 layers of or strata. strata معناتها layers. And is found in high abrasion areas. Abrasion areas يعني مناطق عالية التخدش أو متعرضة إلى التخدش بشكل عالي. اللي هي hands and feet. وين بالضبط ال hands? Palm of the hands و sole of the feet. طبقة ال palm اللي هي طبقة الكف الداخلية. والفيت هي السول اللي هي كعب الرجل. هاي منطقة ممكن أن تتعرض إلى تخدش أكثر من غيرها. تحتوي على 5 strata or 5 layers of طبقات الإبيديرمز. While the thin skin contains only 4 strata اللي هي باقي أجزاء الجلد اللي يحيط الجسم بشكل عام. Apoptosis. هذا المصطلح الطبي راح تتعرفون عليه وما معناه. نعرف احنا خلايا الجلد في حالة تجدد دائم. هذا الشيء يخلي انه الجلد healthy لانه معرض الى الانفايرومنت الخارجية فيتعرض الى تلف فيحتاج الى انه يجدد الخلايا باستمرار. فضمن عملية تسمى الموت المبرمج Controlled Cell Death اللي هي Apoptosis. إذن Cells change by going through Apoptosis Controlled Cell Death. الخلايا الميتة ممكن أنه تتقشر Slough off as dandruff or dander يعني أما أن تكون بشكل قشور أو وبر. ممكن انه slough off تتقشر عن الجلد وتتجدد الخلايا. Humans can shed 50,000 cells every minute. كل دقيقة ممكن انه يصير شد للخلايا تقريبا 50,000 خلية بالدقيقة. من المسؤول عن تجدد الخلايا؟ راح نعرفها ضمن طبقات الإبيديرمز. الإبيديرمز سواء كان 5 طبقات أو 4 طبقات راح يستند على ما يسمى البيزمنت ممبرين. هذا ممبرين متكون من رو أوف سيلز من الستم سيلز اللي هي تنطينا خلايا ولادة لخلايا الإبيديرمز. وكل ما تعلى طبقة راح نشوف توصل إلى آخر طبقة اللي هي سوبرفيشيال تكون واصلة إلى مرحلة الديد سيل. لكنه أيضا هاي الديد سيل هي لها فائدة في حماية جسم الإنسان. راح نتعرف عليها من خلال الطبقات. طلابنا هذه أيضا صورة توضيحية لطبقات الجلد. طبعا التسلسل اللي مذكور هو from the superficial to deep layer اللي راح نذكره. احنا راح نبدي من ال deepest one أعمق طبقة اللي هي stratum basally اللي مستندة على البيزمنت ممبرين زون اللي هي الطبقة الولادة للخلايا الموجودة بالإبيديرم. راح نبلش من الطبقة الستراتام بيزلي. ستراتام بيزلي أو بيزل لاير deepest of all epidermal layers. بيزل لاير layer that is firmly attached to derms. هاي الطبقة
ملتصقة التصاق firmly بشدة بطبقة الدرمز. Consists of a single row of stem cells that actively divide mitotic, producing two daughter cells each time. متكونة من سطر من الخلايا اللي هي stem cells، خلايا ولادة دائما تنقسم انقسام mitotic. شنو الانقسام الميتوتيك؟ طبعا عندنا انقسامين، عندنا ميتوتيك ديفيجن اند ميوسيس ديفيجن. شنو الاختلاف بين الميتوتيك ديفيجن والميوسيس ديفيجن؟ هذا راح اطلبه منكم ان تعطوني اياه از اسايمنت على الكلاس روم في سبيل انه نقيم معلوماتكم. يا ريت تبحثون عنه تعطوني الفرق بين الميتوتيك ديفيجن والميوسيس ديفيجن. اذا الانقسام اللي يصير في الستيم سيلز الموجوده بالبيز ستراتم بيزلي هي ميتوتيك ديفيجن، producing two daughter cells each time. ستراتم سبونيوزم او بريكلي لاير، طبقه شوكيه، several cell layers thick. Cells contain whip-like system of intermediate prekeratin filaments attached to desmosomes, allows them to resist tension and pulling. هاي الطبقة متكونة من خلايا لها أشواك مثل السبايكي تتحد يعني تتصل مع بعضها، وبقى الديسموسوم بشكل يجعل الجلد مقاوم للتنشن وللبولينج، لما تسحب الجلد او لما تضغط عليه راح يقاوم بهذه الطبقة. الكيراتونايز سيل اللي موجودة in this layer appear spiky, so they are called prickle cells، خلايا شوكية. Stratum granulosum أو granular layer جاي اسمها من الجرانيول الحبيبي، granule يعني حبيبي، إذا هي الطبقة الحبيبية عبارة عن 4 to 6 cells thick but cells are flattened so layer is thin. الطبقة هي متكونة من 4 إلى 6 طبقات من الخلايا، لكنه طبيعة الخلايا تكون flattened فلذلك تكون layer is thin. Stratum lucidium clear layer موجودة فقط in thick skin، لذلك thick skin موجود 5 طبقات لكن thin skin فقط 4 طبقات لأنه ما بي stratum lucidium. إذا هي تتكون من consist of thin translucent band of 2 to 3 rows of clear flat dead keratinocytes lies superficial to the stratum granulosum. تأتي بعد الستراتم granulosum متكونة من خلايا flat وواضحة clear، لذلك تسمى clear layer، وميتة موجودة فقط in thick skin. Thick skin وين كنا موجود؟ موجود بالpalm of the hands and sole of the feet. آخر طبقة هي stratum corneum أو horny layer consists of 20 to 30 rows of flat unnucleated keratinized dead cells. هي طبقة الطبقة المتقرنة متكونة من 20 إلى 30 صف من الفلات unnucleated keratinized dead cell، خلايا ميتة ما عندها نيوكليا ومادة متقرنة keratinized. Accounts of for 3/4 of epidermal thickness، تقريبا هي 3/4 سخن الابيدرم، يعني هي الطبقة الأثخن بين الطبقات الأربعة والخمسة. Though dead cells still function too، رغم أنه هي هاي الطبقة تكون من خلايا ميتة لكنه يعني لا زالت لها وظيفتها
اللي هي protect deeper cells from the environment, prevent water loss, protect from abrasion and penetration. يعني تحمي الخلايا العميقة من العالم الخارجي وتمنع الwater loss from the body fluid، تمنع أنه الجسم يفقد السوائل اللي بداخله. لذلك في حالة الحروق لما ينزل يعني الجلد يحترق راح تتعرى المنطقة وراح يظل النضح موجود، وممكن أنه الإنسان يخسر حياته عن طريق أنه يخسر الفلويد الموجود بداخل جسمه. Protect from abrasion and penetration. Abrasion يعني تخدش ومن الوخز، أنه يدخل شيء إلى داخل الجسم. طبعا طلاب هذا مقطع عرضي ليس فقط للجلد لكن ما تحت الجلد، يعني الأنسجة الدهنية والأنسجة العضلية وحتى قسم من الفاسكولار موجودة سواء كان آرتري أو فين، وراح أبين لكم كيف الفرق بيناتهم. لو ناخذ احنا from the superficial راح نلقى كأنه هذه الإبرية هي هذا الشعر طبعا، والطبقة القشرة الخارجية الكورنيوم. الطبقات الإبيديرم هي متلاحمة مع الديرمز، لذلك بنقدر راح نفرق بيناتهم، لكنه هي هاي طبقة الإبيديرم والديرمز اللي هي ملونة باللون البني، وتحتها طبقة دهنية اللي هي اللون الأصفر من دوائر ومكعبات، هي خلايا دهنية. وتحتها راح تكون الخلايا العضلية وتتخلخلها الأوعية الدموية. لو تلاحظون الوعاء الدموي على الجهة اليمنى هي وعاء مع جدار ثخين، لكن لو تقارنوه بالأوعية الدموية اللي موجودة بالجهة اليسرى هي وعاء أو فجوة بجدار خفيف، هذا الفين، لكن الجدار الثخين هو الأرتري. والمقطع العرضي بالخلية العضلية وراح نجيها بالتفاصيل عندما نوصل إلى السيستم الماسكولار سيستم والكارديوفاسكولار سيستم، لكن فد صورة حبيت أنه أراوي لكم إياها كهيستولوجيكال بيكتشر. ديرمز strong flexible connective tissue. إذن الإبيديرم كان epithelial tissue while derms هو connective tissue. Cells include أنواع الخلايا fibroblast, macrophages and mast cells, white blood cells. أربع أنواع موجودة من الخلايا داخل derms. أيضا موجود نوع من أنواع الفايبرز الموجودة. Fibers in matrix bind body together makes up the hide that is used to make leather, contains also nerves, blood vessels, lymphatic vessels, contains also epidermal hair follicles, oil glands and sweat glands. إذن هاي المحتويات داخل derms. طبقة الديرمز تحتوي على طبقتين، الطبقة الأولى هي البابيلاري لاير، الطبقة العلوية أو السوبرفيشال لاير تتكون من ايريولار كونكتيف تيشو كونسيست اوف لوس انترلوسين كولاجين اند إلاستيك فايبرز اند بلاد فيزل. ليش هي لوس؟ يعني طبقة ليست دنس، مو ثخينة لكن خفيفة، لأنه وبيها كولاجين وبيها إلاستيك فايبر. ليش؟ لأنه هاي اللوس فايبرز allow phagocytes to patrol for organisms، يعني تحاول أنه الفيجوسايت تتحرك حتى توصل إلى الأورجانيزم وتحاول تعمل له phagocytosis. Dermal papillae اللي هي superficial region of the derms that sends finger-like projections up to into epiderms.
التلاحم ما بين الإبيديرمز والديرمز عن طريق ما يسمى بالفينجر لايك بروجكشن، هي مثل الأصابع تبدي تتلاحم الطبقتين، يسموها ديرمال بابيلي. لو راح نشوف وين نستفاد من هاي الفينجر لايك بروجكشنز. In thick skin, dermal papillae lie on top of dermal ridges, which give rise to epidermal ridges. اسمها friction ridges. الفائدة منها هي عن طريق انه كل واحد من عندنا الى بصمته الخاصة. الثيك سكين قلنا موجود بالبالم، الاصابع لها البصمة الخاصة بها هي الفريكشن ريدجز، هي عن طريق التلاحم ديرمال بابيلي اللي موجود بالتوب اوف ذا ديرمال ريدجز. هذه المكبرة الصورة لبصمة الاصبع اللي متكونة من الفريكشن ريدجز، وايضا بيناتهم الفتحات للسويت جلاند داكتس، openings of sweat gland ducts and friction ridges. الطبقة الثانية للديرمز هي reticular layer. خلصنا البابيلاري layer، هسه reticular layer. ايش قد تتكون من الديرمال ثيكنس؟ 80% makes up 80% of dermal thickness. consists of coarse, dense, fibrous, irregular connective tissue. بالرتيكولار لاير ايضا موجود لاينز اللي هي موجودة بكل الجلد. هاي اللاينز اللي موجودة ليش متكونة؟ متكونة عن طريق عدد كثير من الكولاجين فايبرز running parallel to skin surface. كولاجين فايبرز تمشي بشكل متوازي مع السكين سيرفيس. هاي وين تفيدنا؟ طبعا externally invisible، ما تتبين، لكنه يعرفها الجراح. مهمة عنده لما يسوي الانسجن يكون parallel لهالكلافيج لاينز، حتى على مود لما يطيب الجرح يقل الدمج للسكين ويعود انه تبيانه يكون قليل. يعني مسألة تجميلية انه يكون السيرجن الانسجن مالته parallel للكلافيج لاينز. اذا الكلافيج لاينز in reticular layer are caused by many collagen fibers running parallel to skin surface. extremely invisible, important to surgeons because incisions parallel to clavage lines heal more readily. الهيل مالة الجرح يكون أكثر سرعة وأقل تشوه. أوكي، بعدنا إحنا بالريتيكولار لاير. There is another lines are called flexure lines of reticular layer are dermal folds at or near joints. هاي وين نشوفها؟ نشوفها بالبالم لما يكون قريب من المفاصل يعني في وسط راحة اليد. Derms is tightly secured to deeper structures. Skin's inability to slide easily for joint movement causes deep creases. Visible on hands, wrists, fingers, soil and tools. هاي الصورة اللي تبين flexure lines on digital و flexure lines on the palm، تسمح بحركة المفاصل، مفاصل اليد واليد انه تمسك الاشياء. clinical homeostatic imbalance. الجلد ممكن انه يعكس الحالة الصحية لجسم الانسان عن طريق ينطي فد أشكال معينة راح نتطرق لها. أول شكل هو ما يسمى سترايي. سترايي معناته هي خطوط بيضاء، سيلفري وايت سكارز،
خطوط بيضاء فضية تظهر على الجلد في حالة لمن يصير extreme stretching of skin can cause dermal tears. لمن يتشقق الديرمال راح يترك leaving silvery white scars called striae also known as stretch marks. أيضا اسم آخر هو stretch marks. هذا يصير في حالة السمنة المفرطة الأوبيسيتي، يصير تشققات بالجلد، أو في حالة البريجنانسي الأبدومينال مادر أبدومينز راح تبين عليها ستراتش ماركس. حالة الأخرى هي البليسترز. بليسترز وين تصير؟ تصير acute short term traumas to skin can cause blisters. بلستر اللي احنا نسميها البطباطة، اللي هي تصير fluid filled pockets that separate dermal and epidermal layers. يعني الابيديرم ينفصل عن الديرم وراح يصير fluid filled pockets ما تسمى بالبلستر، تصير بالحروق بالكدمات وغيرها من التروماز. نيجي على skin color. من اللي يحدد لي الألوان اللي تصير بالسكن؟ أول طبعا هي ثلاث pigments. There are three pigments contributed to skin color. أول pigments هي الميلانين، وأهم pigment only pigment made in skin made by melanocytes. تتكون بالسكن عن طريق خلايا الميلانوسايتس. البيجمنت الاخرى هي الكاروتين. كاروتين هي يلو او تو اورنج بيجمنت موست اوبفيوس ان بالمز اند سولز اكيوميليتس ان ستراتوم كورنيوم اند هايبوديرمز كان بي كونفرتد تو فيتامين اي for vision and epidermal health. Hemoglobin. Hemoglobin هي pinkish hue of fair skin is due to lower levels of melanin. لأنه بالfair skin الجلد الأشقر أو الأبيض راح يكون level of melanin قليلة، راح تظهر السكين يكون بينكش وردي اللون نتيجة لصبغة الهيموغلوبين. طيب في حال إذا صار excessive sun exposure راح يؤدينا إلى damaged skin، فاللي راح يصير elastic fibers clump causing skin to become literally can depressed immune system and cause alternation in DNA that may lead to skin cancer. UV light destroys folic acid. Folic acid necessary for DNA synthesis, so insufficient folic acid is especially dangerous for developing embryos. اللي راح يصير وأيضا الفوتو سنسيتيفيتي is increased reaction to sun. فوتو سنسيتيفيتي يعني تحسس من الشمس، أيضا يصير زيادة بالرياكشن لأشعة الشمس. وأيضا أشعة الشمس خصوصا UV light ممكن أنه تأثر على الزيادة منها أو كثرة التعرض، تعمل depress للimmune system وتسبب لنا alternation in DNA، تغيير بالDNA ممكن انه تسبب skin cancer. فلذلك الميلانين pigment هي تحمينا من UV lights اللي هي تسبب لنا skin cancer. وايضا UV lights ممكن انه تحطم الفوليك acid. فوليك acid عنصر هو nutrient أساسي لتكوين DNA synthesis وخصوصا في حالة developing embryo. لذلك المرأة الحامل أول ما يصير عندها حمل أو حتى لو
كانت عندها بلان تو بي ا بريجننت وومن لازم تاخذ فوليك اسيد لانه يدخل في عمليه تركيب النسيج العصبي حتى لا يكون في التشوهات للطفل نتيجة نقص فوليك أسيد. UV light ممكن يسبب لنا destroys فوليك أسيد. أيضا ممكن أنه alternation in skin color can indicate disease مثل cyanosis. Cyanosis هو الإزرقاق. فblue skin color معناته lower oxygenated of هيموغلوبين. نعرف احنا الهيموغلوبين هو هذا نوع من البروتين موجود بالار بي سي، هو القابلية على الاتاتشمنت للاكسجين، فلما يقل الهيموغلوبين او يقل الاكسجينيتد هيموغلوبين راح يعطيني بلو سكين كولر. هاي وين نشوفها؟ نشوفها باللبس، نشوفها بالتيب اوف فينجر، ديستال بارت اوف فينجر. اريثيميا، اريثيميا هي ريدنس يعني زيادة في الاحمرار. وين تصير؟ تصير بالفيفر، بالهايبرتنشن، بالانفلاميشن، بالالرجي. بالور، بالور هي عكس الاريثيما. بالور يعني بلانشينج اور بيل كولر. بيل كولر يعني شحوب اللون. هاي في حالة الانيميا، في حالة اللور بلاد بريشر، في حالة الفير angry في الخوف والعصبية ينشحب لون الجلد لأنه يصير vasoconstriction، وبالأنيميا يصير low oxygenated of the hemoglobin. jaundice، jaundice هي yellow color. وين تصير؟ نشوفها أيضا بالسكن، بالpalm of the hand، في حالة الليفر ديسوردرز. ليش؟ لأنه الليفر هو مسؤول عن أنه يخلص الدم من الصبغة البيلروبين، فلما يصير ليفر ديسوردر راح تتجمع صبغة البيلروبين بالدم وراح تترسب بالسبكوتينيوس تيشيو وبالجلد وتبين لنا الجلد لونه الجوندس أو يلو كالر. برونزينج، برونزينج هي inadequate steroid hormones في حالة الأديسون ديزيز. أديسون ديزيز هذا مرض ما أريد ندخل لكم بتفاصيله، لكنه حالة أنه هرمون الستيرويد راح يكون inadequate بي فينطيني هذا اللون اللي هو برونزينج. بروزز، بروزز هي black and blue marks. bruises يعني شايفين الكدمات لما تصير أو ضربة راح يصير نتيجة للضربة القوية راح يصير نزف داخل تحت الجلد، فراح يصير clotted blood beneath skin فيصير bruises يكون لونه black and blue marks. ننتقل إلى شرحنا للنيلز. نيلز يعني الأظفر. كملنا السكن بكل تفاصيله وبكل طبقاته، وكل هاي الطبقات ما تتعدى ثخن ورقة بيضاء هاي اللي نفسها أنتم تكتبون عليها. نيجي على النيلز. نيل فولز وأبونيكيوم وهايبونيكيوم. ما معنى هاي الكلمات؟ نيل فولز هو الجلد أو طيات الجلد حوالين border of nail، حوالين حافة النيل. إذا هي nail falls، skin falls that overlap border of nail. Eponychium هي nail fall that projects onto surface of nail body. هي هاي أو ما تسمى بالcuticle. cuticle يعني البشرة المتصلبة. هي الإيبونيكيوم هي النيل فولد اللي تظهر على سيرفس اوف نيل بودي اللي هي الأظفر اللي يبين متقرن وممكن ان يطول، وطبعا يعني يبين اللون لونه وردي. ليش؟ لانه اندرلاين كابيلاريز موجوده.
طيب، ما يسمى الهايبونيكيوم هذا أيضا مصطلح طبي، هايبو يعني تحت، فإذا الـ area under free edge of plate that accumulates dirt، يعني المنطقة اللي تحت الحافة الفري اللي احنا دائما نقلمها هي هذه، واللي ممكن انه يتكون بها الديرت الوساخة او القاذورات. فالهايبونيكيوم هي الـ area under free edge of a plate that accumulates dirt. Nails normally appear pink because of underlying capillaries. بين لون النيلز normally pink، أما إذا كانت غير البينك مثل ساينوز زرقاء بلو فهذه حالة مرضية ممكن. وأيضا حالات طبية أو أشكال النيل تنطي كثير من الحالات المرضية اللي تدل عليها شكل النيلز، إحنا مو بصددها لشرحها لكم. هذا الشكل تلاحظون الفري إج أوف نيل، فإذا الأريا بنيث أوف ذيس فري إج اسمها هايبونيكيا، أما هي البليتة كليتها اسمها إيبونيكيوم أو الكيوتيكل. نجي على hair. Hair consists of dead keratinized cells، هي عبارة من خلايا متراكمة على بعضها، خلايا keratinized. ما موجود الهير في أماكن معينة بجسم الإنسان، وين ما موجود؟ non located on palms، ما تلقون شعر في باطن اليد أو راحة اليد، ولا soles ولا lips ولا nipples and portions of external genitalia. Function of hair: warn of insects on skin. Hair on head guards against physical trauma، كأنه حماية ضد الفيزيكال تروما. Protect from heat loss، أنه مثل الكاسكيتة أو الشفقة لما نحمي راسنا من أجل الحرارة، وجود الشعر يحمي ينطي نفس الانديكيشن. Shield skin from sunlight، يحمي يكون فد شيلد فد طبقة حامية للسكن من sunlight. هذا القسم التشريحي للشعرة اللي يحب يطلع عليها، يعني ماكو داعي نفوت بالديتيل بيها. اوكي، طيب الأمور الطبية اللي ممكن نستفاد من وجود الشعر على سطح الجلد، اللي هي clinically أو ما يسمى بالهوميوستاتيك إمبلانس، يعني الوضع الطبيعي والمتوازن. المتوازن أنه المرأة يكون الهير مالتها قليل لكن الرجل يكون كثيف. المسؤول عنه هو كثافة الشعر، هو هرمون الأندروجينز اللي هو الميل سكس هرمونز. أساساً عند المرأة ovaries and adrenal glands، الأوفاريز هي المبايض والأدرينال جلاند هي فوق الغدد اللي فوق الرينال اللي هي الكلى. ممكن produce small amounts of androgens اللي هي male sex hormones، لكنه بالحالة الطبيعية هذه عند المرأة. لكن بعض المرات لما يكون تيومر في الأوفري أو الأدرينال جلانس راح يسبب abnormally large amounts of androgen secretion. هذا الهرمون الذكوري ممكن يسبب لي ما يسمى هيرسوتيزم، يعني ممكن أن زيادة بكمية الشعر عند المرأة خصوصا بأماكن الذقن، وممكن أنه ينطيني الهيئة اللي هي يمتاز بها الرجل بالماسكولينايزيشن، يعني عنده يكون عضلات أو شيء من هالقبيل. The treatment is surgical removal of tumors، إزالة التيومرز بعمليات جراحية. أكسل هيرسوتيزم ألوبيشيا،
الألوبيشيا هي ال hair يكون thinning in both sex after age of 40 high normally، لكنه لما يكون baldness يعني frank baldness أو الصلع، هذا ممكن أنه يكون إذا كان بعمر يعني عمر العشرين أو الثلاثين، خصوصا عند الرجال، فيكون genetically determined and sex influenced condition. إذا كان الصلع أكو صلع يصير male pattern baldness caused by follicular response to DHT اللي هي dihydrotestosterone هرمون، يصير عندي الصلع المعروف عند الرجال. إذا صار عندي سواء كان حالة مرضية قد تسبب تساقط الشعر أو يكون الشعر thinning في حالة acutely high fever، في حالة surgery، في حالة severe emotional trauma، في حالة certain drugs such as antidepressant، الأدوية اللي ضد الدبرسنت الكآبة، blood thinner اللي هي الانتيكوأجولانت، ستيرويد اند كيموثيرابيوتيك دراكس اللي تستخدم كعلاج للأمراض السرطانية، كيموثيرابيوتيك دراكس. أيضا بروتين ديفيشن دايتس، لما واحد يقلل من أكله للحوم، لأنه البروتين يبني كل الخلايا من ضمنها الشعر، راح يبدي يتساقط ويصير ثينينج. وأيضا ما يسمى ألوبيشيا إرياتا. ما معنى ألوبيشيا إرياتا؟ اللي هي معروف عندنا بالعربي الثعلبة، اللي هي مناطق معينة ضمن الرأس أو اللحية راح يكون منطقة سموث ومتساقط الشعر بها، نتيجة هي immune system attacks للفوليكلز of the hair، لبصيلة الشعر راح تهاجمها كإميون سيستم، تعتبرها جسم غريب وتحاول تسقطها، فأيضا علاجها. طلابنا عيني، خلصت المحاضرة. هذه نماذج من multiple choice، هو كويز بالنسبة لكم، أريد حله موجود على الكلاس روم يوم الاثنين إن شاء الله. ما راح أقرأ لكم إياها، حاولوا تقروها وتفهموها، لأنه قد ما تلقون الجملة هي ذاتها بالمحاضرة، لكنه المفروض تفهمون المعنى منها وتجاوبوها. إذا فهمتوا المحاضرة قريتوها بشكل دقيق وفهمتوها، راح تقدرون تجاوبون على هالmultiple choice quiz. ثمان جمل مع اختياراتها، أنتوا فقط تذكرون الحرف الصحيح للاختيار الصحيح. جملة رقم واحد، هاي جملة رقم اثنين، ثلاثة، أربعة. تقدرون توقفون السلايد وتقروا وتجاوبون عليه. هاي آخر جملة، ثمانية. أرجو الانتباه على الشرح وتعلمكم كيفية طبيعة الأسئلة اللي راح تجي بالنسبة لمادة الأناتومي، وأيضا تعلمكم أنه شون تفهمون المحاضرة وشون تعرفون تجاوبون على الأسئلة من بعد. شكرا لكم.